بالنسبة للصوص الجيريان غادي نحتاجو 3 معالق كبار ديال المايونيز، معلقة صغيرة ديال الهريسة، الهريسة اللي كتكون اللي كنديروها هكا مع لي ساندويتش، ماشي اليابسة، الهريسة اللي مصيفة، الهريسة اللي كتباع مول الزيتون مع الزيتون ياك، اه فوالا، أو اللي كتباع كما قلنا 3 معالق كبار ديال المايونيز، معلقة صغيرة ديال الهريسة، معلقة صغيرة ديال البصلة تكون محكوكة، يا إما البصلة البيضاء يا إما البصلة الحمراء اللي كان عند السيدة في البيت وتكون محكوكة بشكل غليظ، يعني ديك الحكاكة الغليظة. غادي نحتاجو واحد معلقة صغيرة ديال مركز الطماطم أو مطيشة الحك، وغادي نحتاجو واحد ضريس ديال الثومة اللي يكون شوية كبير، يا إما مقطع، يا إما مقطع رقيق، يا إما محكوك. وغادي نحتاجو عصير ديال الحامض، يعني واحد معلقة صغيرة. التوابل غادي نحتاجو الملح والابزار والكامون. نعاود لك، غادي نحتاجو 3 معالق كبار ديال المايونيز، معلقه صغيره من الهريسه، من البصله محكوكه، من مطيشه ديال الحك او مركز الطماطم، واحد التويمه اللي مقرده رقيقه او محكوكه، وعصير ديال حامضين دائما معلقه صغيره، والملح والابزار والكامون. طريقه سهله، كنمزجوا جميع العناصر مزيان، وها هي الصلصه عندنا واجده، كتجي تماما. كدوزيهم في الكاس الخلاط الكهربائي ولا كتخلط؟ لا لا لا، بيدك، يعني هادشي كلشي عندنا نخلطوهم عادي، كلشي عندنا. ونسيت اختي، كنزيدوا شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي يكون مقرد رقيق. قزبر معدنوس مقرد رقيق، اه كما قلنا 3 معالق كبار ديال المايونيز، معلقه صغيره الهريسه، بصله محكوكه، مطيشه ديال الحب، شويه ديال الثومه، عصير ديال الحامضة، وشوية القزبر ومعدنوس، والملح والابزار والكامون، كنخلطوا جميع العناصر، هذه كتبقى حتى الأسبوع أو أكثر كتبقى مزيانة. واخا غير هو مع ديك البصلة، وحنا عارفين دابا البصلة كتأكسد، بحال دابا مثلا واحد يصايبها، الاستعمال مثلا ديال هذيك المرة، ذاك النهار اللي غادي مكتأكسدش، لأنها مخلطة مع هاد المكونات، ما كيطرى ليها حتى شي حاجة وما كتطلقش الماء نهائيا، وأصلا البصلة ملي كنحكوها فهو لابد كنحيدوا من هذاك الماء ديالها. نحيدوا الماء ديالها، ولكن هي واخا مع ذلك كيف ما قلتي، مهم على الاقل بحال دابا مثلا هاد المقادير اللي عطيتينا، باش يخرجوا شي كميه كثيره، لا تبارك الله درنا، يعني غادي يخرجوا يكفيونا في داك لي ساندويتش اللي غادي نديروهم. لا اللي غادي نديرو، من الاحسن ديك الساعه مره اخرى نعاودوا نصيبوها. الله يعطيك الصحه. لاصوص الجيريان كيف ما قلتي، يعني بالنسبه لهاد المطاعم ديال الوجبات السريعه معروفين وتشهروا بهذوك لي صوص اللي يعني فعلاش ما نصيبوهمش في الدار. الله يعطيك الصحه. الا كنتي كتشوفي عمرك خديتي لاصوص الجيريان ديال المحلات، فهي كتكون فيها نيت البصله مقطعه. أيه هو كيكون فيها اضافات ومواد حافظه، حنا اللي بغينا نصايبوها في الدار من الاحسن كيف ما قلتي نصايبوا حاجه اللي هي يعني عارفين شنو فيها، عارفين في المكونات شنو فيها. وكنظن بالنسبه بحال دابا المايونيز ديال الدار او لهاد لي صوص، يعني كيف كنصايبوهم كيمشيو باللذه ديالهم، يعني دغيا كيمشيو، ما كيحتاجش اننا غادي نخليهم مده طويله، وديك الساعه ملي نحتاجو نعاودو نديرو كميه اخرى.